احنا هذا العمو عم نساوي كنا من قبل ما كانوك نشتغلوا، اما هلا اضطرينا بما انه ما في كهرباء وما في حياة اضطرينا انه نطلع نشتغل يدوي. هذا الشغل يدوي انا متعلم من زمان، مصلحة يدوي قبل المكنات. ايه اضطرينا انه نرجع نشتغل يدوي، نحن هاي الشغلات نساويها يدوية. عندي هون الشباب يشتغلوا، ما كانوا يشتغلوا معي، ما بيشتغلوا بالمصلحة، ما بيعرفوا شيء، مشان ساعدن على الحياة المعيشة وما يعتازوا حدا علمتهم المصلحة. انهم كلتهم ما بيعرفوا، هدول الشباب تركوا لي اياهم اهلهم هون بالبلد وما لهم اهل، بقى انا اضطريت اني ادير بالي عليهم وعلمهم شيء، انه اذا اجوا اهلهم له هدول امانه برقبتي، تركوهم مثل اولادي، من شان ما انهم يعتازوا او يجوا اهلهم يقولوا لي انه انتم تركنا اولادنا عندك هون تعذبوا. او عشت انا وياهم صار لي 4-5 سنين، تركوا لي اياهم اطفال، اضطريت علمتهم المصلحه، كل واحد علمته شغله مشان يعيشوا ويعيش انا وياهم، ما نعتاز حدا. كل المواد يعني تقريبا اغلب المواد ما عم نلاقيها، اذا لقينا مواد عم نتعطل على مواد، اذا لقينا شغله يعني كلش جمعة نشتغل، يا من طالع طقم يا من طالع طقمين بالجمعة، يعني يا دوب يكفونا حق أكلنا وشربنا. يعني هون بلدنا وهون أهلنا وهون ربيانين، ونحن اللي اخترنا الطريق إنه ما نطلع من هون مهما صار، معاهدين الله إنه ما نطلع من هون وما نترك البلد هاي. رحلنا شباب، رحلنا يلي استشهد منا استشهد، اللي اتصاوب اتصاوب، اللي بس اما قاعدين يعني ما لنا طالعين باذن الله، باذن الله عز وجل انه الله بينصرنا على هالظالمين. مهما كانت الحياه فيها مشقه بس الا ما الله يفرج علينا، وناطرين الصبر صابرين وناطرين الفرج من الله عز وجل انه الله يفرج علينا وعلى وعلى هالمسلمين. الله احيانا ننزل على الاقبيه، نحن نطلع على الجبهات والعيال ينزلوا على الاقبيه يقعدوا بقلب الاقبيه، نامن عليهم بقلب الاقبيه ونطلع نحن على النقط تبعنا ونطلع على والله في معاناه. هلا مثل انا امبارح يعني رابط كل الليل، اذا انا ما فزيت شغلتهم للشباب ما بيعرفوا يشتغلوا، بدي اقعد انا. اجوا ندهوا علي الساعه شيء 9:30 بدهم يشتغلوا، اضطريت انه انا نام 3 ساعات او ساعتين. وقت اجيت الساعه 6 الصبح وصلت لهون على البيت 6:30، يعني نمت لي شيء ساعتين وفقت لحتى اشوفهم مشي لهم شغلهم مشي لهم عملهم. وهلا برجع الظهريات برد ابنهم لي شويه بريح حالي، بكونوا هن اشتغلوا مشيت لهم شغلهم بريح حالي، هن فز بعاونهم برد بشتغل معهم. نحن هاي كنا نجلخها على مكانات نساويها على مكانات، هلا بنساويها هاي بالمبرد ياو نحكها اللي بهنا مشان تلزق ما تفك. اما هلا اغلب الشغل يدوي، يعني رجعنا شي 100 سنه 50 سنه لورا، هذا الشغل كنا من 50 سنه كنا نشتغل هيك. بعد ما تحضرنا قامت الحرب رجعتنا لورا 50 سنه، صرنا نرجع نشتغل الشغل اللي كنا نشتغله من 50 سنه. هلا نحن من هاي جوبه وساكنين، يعني ما طلعنا من اول الثوره ما طلعنا من هون، هون بيتنا وحارتنا وشغلنا هون وربطنا، يعني احنا بنربط هون بنشتغل، بس نخلص ربط بنجي نشتغل هون بالمشغل بالاحذيه. هلا هي مهنه ابي وابو لابي وجدي يعني من زمان، شلون
فأنا ما قد أشتغل فيها، أنا قد أشتغل بالكهرباء، كانت المصلحة هون وقفت أول الثورة، فنحن صرنا نشتغل بالكهرباء وهيك، فهلأ اضطرينا إنه نرجع نشتغل فيها لأنه المصلحة هلأ هي الشغالة هون بالغوطة، وعم نشتغل فيها عم نشتغل نعيش حالنا ناكل ونشرب. هلأ إحنا موجودين هون يعني أهلي هون أبي وأمي وأخواتي، يعني ما طلعنا وهون بيتنا، أيوة بنروح إذا هون بيتنا، بيتنا ما انقصف وما في شيء، بقى ما طلعنا إنه بس هذا السبب إنه بيتنا هون، يعني وين بنروح إذا طلعنا من بيتنا. هلأ الحي كله مدمر، يعني ما في بعض كم بيت يعني هيك قليل تلاقي بيوت ما فيها شيء تنسكن أو تنعاش فيها، حتى هون البيت يعني إجت في قذيفتين ثلاثة بس الحمد لله رجعنا صلحناها ورجعنا زبطناها، بس الحي هون مدمر كله يعني بالكامل. هلا هون الجيران ما صفي، يعني قليل قليل الجيران اللي نحنا، حتى يعني مو جيراننا الأدم، يعني عالم جداد إجوا هن من جوبر بس بيوتهم انقصفت، فهون عنا بالحارة كان في كم بيت مو مقصوفين إجوا سكنوا فيهم. أما الشغل والسوق فهون نحنا كنا نشتغل يعني ونبيع، عنا محل نبيع فيه، بس هو ما عاد صفي هلا، يعني ما في حدا تبيعه، فصرنا بنشتغل نحنا هون ومنطلع البضاعة منطلعها يا كفر بطنا يا على حمورية يا على عربين، منطلعها منوزعها هنيك على المحلات ونبيعهم إياها. وفي صعوبة بالطريق، يعني شوفت عينك انت وجاي لعنا شلون الوضع كان كله في قصف، وفي في صعوبة بالروحة والجاية، وصعوبة بتأمين البضاعة، تأمين الأغراض، تأمين تظبيط الشغل. Gracias.